وجايه كده. اه والله من الذكريات الجميله. عشان كده لما لعبت بقى، لما كان يجي لي حد عايز جزمه ولا حاجه من لعيبه الكوره من الولاد الصغيرين على طول، ما اتاخرش في الحاجات دي يعني. فدي كانت البدايات. انا جيت ازاي النادي الاهلي؟ بحكيها دايما، الله يرحمه زميلي رمضان الاولالي، انا كنت حريص ان انا اشتري مجله الاهلي كل اسبوع خمسه، مصروفي كله 25. طول عمرك اهلاوي يا كابتن؟ يا لهوي يعني. لا اهلاوي ايه؟ ده انا خفيت، ده انا هديت. اللي بتعمله ده خفيت؟ انا مره لا يعني اللي ما بيشوفش كابتن شوبير ما بيتفرجش على كابتن شوبير وهو لا سيبكم من الكاميرا، وامام الكاميرا دي حاجه تانية، لكن انا بتكلم على، اصل انا اتفرجت معاه على ماتشات اهلي بره الكاميرا بقى. الكاميرا ده حق المشاهد، حق المشاهد بالظبط. بره انا اهلاوي ما حدش يقدر يتكلم، في مجال شغلي حق الشغل، بره لا طبعا مشجع اهلاوي مش فيصلي يعني. ف كنت بحكي لك في ايه، انا تهت منك شويه. فالمهم جزمه الخشب، الجزمه الخشب خلصناها، طرت مني وانت بتقول لي طول عمرك اهلاوي. انا هديت ابويا وانا في الاعداديه، كان الاهلي بيلعب الزمالك. ايوه. وكانوا بيعايروني بقى، كان الاهلي في موسم سيء جدا. فبيعايروني بيقولوا لي، قالوا لي الاهلي وهيتغلب وبتاع، فقلت لابويا لو الاهلي خسر انا مش رايح امتحان الاعداديه. او رب العز. والله قلت له مش هروح الاعداديه. والله العظيم ثلاثه. فالاهلي كسب، ما اعرفش اعداديه ولا اولى ثانوي ولا مش فاكر حاجه. فالاهلي كسب 1-0 بجون صلاح حسني انا فاكر ساعتها يعني. بس يا كابتن برضو يعني واحنا بنشوف لحضرتك عرفنا